فرح نشرح اليوم عن الهيبنوتيك دراجز، او نحكي عنهم السيداتيف هيبنوتيكس دراج. ظهر قدامكم الشاشة. ظهر دكتورة. بس سلايد ده. لحظة شوي، اللي قاعد بيحمل. طب اليوم رح نشرح عن مجموعة من الأدوية بنحكي عنهم سيداتيف هيبنوتكس إدراج. حدا بيعرف إيش يعني، أو حكيناها كثير، شو يعني سيداشن؟ مش فاكر بالنوم أو إيش زي حالة ريلاكس، النعاس أو ريلاكسيشن، حالة الاسترخاء أو حالة من النعاس. طب الهيبنوتك يا صهيب، صهيب العلامات. اللي هي زي صداع او دوخة. هيبنوتكس معناها الادوية المنومة، المنومات. هذول مجموعتين رح نشرح عنهم، وكمان رح نشرح عن مجموعة من الادوية بنحكي عنهم الانكزيولايتك. فاذا الانكزيولايتك درج من انكزيتي، انكزيتي معناها القلق او التوتر. فانكزيولايتك هم درج used to depress the central nervous system prevent the signs and symptoms of anxiety. فالانكزيولايتك هن عبارة عن أدوية بتضبط السنترال نيرفوس سيستم، فبالتالي بتمنع أعراض الانكزيتي أو القلق. بالمقابل عند السيداتيفز هن الأدوية اللي بتعمل reduce of nervousness، يعني بتقلل من النيرفوسنس العصبية، الإكسايتابيليتي الإثارة and irritability without causing sleep. يعني السيداتيف ما بتسبب نوم، هي فقط بتقلل من النيرفسنس وبتسبب سيداشن وبتؤدي إلى الريلاكسيشن. الهيبنوتيك هي الأدوية that cause sleep، الأدوية اللي بتسبب النعاس and have a much more potent effect on the central nervous system than sedative. يعني هاي الأدوية بتأدي إلى النعاس، ولأنها بتأدي إلى النعاس فهي إلها تأثير أكبر على الجهاز العصبي المركزي من السيداتيف إدراج. Many drugs are called sedative hypnotic. يعني كثير من الأدوية بنصنفهم سيداتيف وهيبنوتيك، يعني بنصنفهم أدوية بتقلل من الإكسايتابيليتي وبتقلل من النيرفسنس، وبنصنفهم كمان إنهم أدوية بيؤدن إلى النعاس. طبعا على شو بيعتمد انه مشهور؟ هاي ثاني مره بفوتك، ليش تطلع إلاف؟ إلاف معنا طيب. في عندي أدوية بنحكي عنهم sedative hypnotic because they can act in the body as either a sedative or a hypnotic depending on the dose and patient responsiveness. فكثير من الأدوية بنصنفها بنفس الوقت sedative وhypnotic بناء على الجرعة اللي بعطيها المريض وكيف المريض بيستجيب معها. يعني مثلا ممكن دواء بجرعة معينة يسبب فقط sedation ما ينوم المريض، لما بزيد الجرعة بيؤدي الى يعني بيخلي المريض ينام، وكمان على استجابه المريض نفسه. يعني دكتورة؟ نعم انا إلاف، بس ما كان المايك راضي يشتغل. طيب يا إلاف، فالبيشنت ريسبونس زين بناء على استجابه المريض. في مرضى لنفس الدواء ممكن يكونوا يستجيبوا انهم بس يصيروا ريلاكسيشن، وفي مرضى بيستجيبوا انهم يناموا. طب شو هم الادويه اللي ممكن؟ نعم دكتورة. نعم بالعافية. الله يعافيك دكتورة. هل انت ذكرت تحكي انه في الدواء هو نفسه هيك مسبب وهيك مسبب، يعني يا اما بيكون منوم يا اما مهدئ؟ بالضبط، يعني نفس المجموعة من الأدوية ممكن تكون سيداتيف او هيبنوتكس. يعني تمام، بيعتمد على جرعة الدواء. انت برأيك يعني نفس الدواء لو بزيد جرعته رح يعمل ريلاكسيشن ولا رح ينوم المريض؟ لا رح ينومه. بالضبط، يعني كل ما بزيد الجرعة رح هذا الدواء يتحول من سيداتيف دراج لهيبنوتيك دراج، وكمان استجابة المريض نفسه. يعني في مرضى ممكن لنفس الجرعة مريض يستجيب انه فقط يصير له ريلاكسيشن، ومريض انه ينام.
هلا مجموعة الأدوية اللي مجموعة الأدوية بنصنفها سيداتيف هيبنوتيك دراج، اللي هم الباربيتيوريت، بنزوديازيبين. البنزوديازيبين مر علينا لما حكينا عن الإبيليبسي، وكمان مجموعة من الأدوية. لكن أول إشي نشرح عنه الأنكزيتي. الأنكزيتي is it is an unpleasant state of mind chiefly characterized by a sense of dread and fear. يعني هي حالة غير مرغوب فيها بتصير بالدماغ، من اللي بيكون المرض بيحس بحالة من الخوف والهلع. Anxiety is a normal physiologic emotion. يعني إحنا بالوضع الطبيعي بحياتنا طبيعي إن نحس بالقلق. يعني واحد بيكون عنده مثلاً مقابلة شغل بده يكون قلقان، واحد لا سمح الله عند واحد عزيز لإله في عملية بده يكون قلقان، عندك امتحان بدك تكون قلقان. فهو هذا الشعور طبيعي، normal physiological emotion. لكن متى بتصير حالة مرضية؟ يعني متى بتصير القلق مرضي؟ بحكينا أن لما بتصير تأثر عندي على quality of life. أوكي؟ يعني بتصير تأثر على الحياة الشخصية، يعني بطل يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. Anxiety may occur of a wide range of medical illness. يعني في عندي أمراض نفسها ممكن تخلي المريض يصير عنده حالة من Anxiety، زي الكارديوفاسكولار أو البولمونري ديزيز، مثل الهايبوثايرويديزم والهايبوغلايسيميا. الهايبوثايرويديزم اللي هو نقصان بإفراز الغدة الدرقية، والهايبوغلايسيميا اللي هو نقصان السكر بالدم. فبرزيستنس انكزيتي از ديفايدد كلينيكالي انتو سيفيرال ديستينكت ديس اوردر. يعني الانكزيتي اللي بيضلها برزيستنس بتكون دائما، يعني مش انه مثلا الشخص بيكون عنده حالة معينة والمريض بيبعد عنها، لا، المريض بصير في عنده حالة دائمة من الانكزيتي. هاي البرزيستنس انكزيتي بتنقسم لعدة اشكال. فمثلا عندي زي السوشيال انكزيتي، عندي كمان نوع بنسميه بانيك ديس اوردر، عندي سيمبل فوبيا. هون هاي الحاله بنسميها اللي هي جنرالايزد انكزيتي، هون بوست تروماتيك انكزيتي، وهاي اللي هي بنسميها ال بسموها الوسواس القهري. اوكي، هلا بدي منكم، صرت طالبه منكم اكثر من شغله، بدي تطلعوا شو يعني اللي هو السوشيال انكزيتي. ما بدي حد الان حدا يجاوبني. اوكي، المره الجاي صار عندكم تطلعوا شو يعني دراج توليرانس، شو يعني فيزيكال ديبندنس، وهاي الاشياء شو معناها، شو يعني سوشيال انكزيتي، شو يعني بانيك ديس اوردر، شو يعني سيمبل فوبيا، شو يعني جنرالايزد انكزيتي، وبوست تروماتيك انكزيتي. اوكي، طب دكتور لما نطلعهم ونكتبهم وين نبعتهم؟ يعني ما بدي تبعثوا لي اياهم، ما بدي تبعثوا لي اياهم. المره اللي انا كنت ناوي اليوم اختار اسماء عشوائيه واسالهم شو يعني فيزيكال ديبندنس وتولرنس والى اخره. المحاضره الجاي ببدايتها راح اختار اسماء عشوائيه واسال عن اي شغله من هذول الاشياء اللي حكيتهم، وراح احط عليها تقييم. اوكي، تمام دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا الوسواس القهري هذا اللي هون بيختصروه بايش؟ اللي هو الاو سي دي، الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. اوكي، فهاي الاشكال الست اللي هون موجودات بالرسمه هن اشكال من الانكزيتي، لكن بكل هذول الناس بيعانوا من بيرزيستنس انكزيتي، من قلق دائم. زي ما حكينا عندي نوع بنسميه سوشيال انكزيتي، نوع بنسميه البانيك ديس اوردر، سيمبل فوبيا، جنرالايزد انكزيتي، بوست تروماتيك انكزيتي، والاو سي دي. طب شو هم الانكزيولايتك ادرج؟ يعني شو الادويه اللي بنستخدمها عشان نشيل القلق عند المرضى؟ مجموعه بنحكي عنها البنزوديازيبين، دواء اسمه الباسبيرون، ومجموعه بنسميها البيتا بلوكر والانتي ديبريسنت. البنزوديازيبين شرحنا عنه لما حكينا عن الإبيليبسي، زي الديازيبام واللورازيبام والميدازولام. حكينا كل هاي البنزوديازيبين بتشتغل as an anxiolytic لأنها بتقلل الأوفر أكتيفيتي in the central nervous system، إنه هاي الأدوية بتثبط الجهاز العصبي المركزي فبتقلل من الأنكزيتي. البنزوديازيبين تفضل. مش اللي دايزي بام هو نفس الفاليوم؟ بالضبط.
بس الفاليوم هذا الاسم التجاري لإله، أوكي؟ الديزيبام اللي هو الاسم العلمي. طيب، فاللهم سيدنا محمد، فالبنزوديزيبان، البنزوديزيبين آسفة، بحكي لنا إنه بيعمل الإفكت تبعه، التأثير تبعه عن طريق إنه بيعمل ديبريسنج، بيقل من الأكتيفيتي بأماكن بالدماغ زي البرينستيم والليمبيك سيستم، وكمان بيزيد الأكشن تبع نوع من النيورو ترانسميترز اسمه جابا، اللي هو الجاما أمينو بيوتريك أسيد، وشرحنا عنه لما حكينا عن الإبليبسي. فإذا البنزوديازيبين يستخدم لعدة أشياء. أول إشي فور أنكزيتي ريليف، لأن حكينا بنستخدمه أز أنكزيولايتك، كمان بنستخدمه فور سليب ديس أوردر، يعني إذا واحد عنده مشاكل بالنوم. كمان بنستخدمه البنزوديازيبين، لكن بنستخدمه لفترة قصيرة، لأنه البنزوديازيبين حكينا بصير معاه إشي بنسميه الفيزيكال ديبندنس. كمان نستخدم البنزوديازيبين أز سكيليتال ماسلز ريلاكسنت، وكمان نستخدم فور تريتمنت اوف سيجر ديس اوردر. هاي الاشياء مهم جدا تعرفوها، يعني هاي لازم تحفظوا هاي الانديكيشن. استخدامات البنزوديازيبين از انكزيولايتيك عشان اشيل انكزيتي، فور سليب ديس اوردر لكن بستخدمه لفتره قصيره، فور سكيتال از سكيتال مسل ريلاكسنت، وعشان اعالج السيجر ديس اوردر. كمان من استخدامات البنزوديازيبين فور أمنيشيا، أمنيشيا اللي هو اللي حكينا الفقد الذاكرة الجزئي عشان بيحققوه خلال العمليات. وبعض البنزوديازيبين يستخدم لعلاج ومنع السيمتومز وفي الكحول والدرول، يعني إذا كان في عندي واحد مدمن على الكحول وبدي يوقف الكحول ما بينفع أقطع له إياه فجأة، لأنه بصير عنده إشي منسميه والدرول سيمتومز. فبهاي الحالة بعطي بعض أنواع البنزوديازيبين زي الكلوروديازيبوكسايد، دواء اسمه الكلوروزيبات، الديازيبام، اللورازيبام والأكسازيبام، هذا يستخدمون عشان أقلل من أعراض الودرول سيمتومز اللي بتصير في الحالات الكحول والدرول. كمان هاي المجموعة من البنزوديازيبين تستخدم to reduce the risk of withdrawal related سيجرز، يعني ممكن بعض المرضى إذا وقفت لهم الأدوية يصير في عندهم سيجرز أو نوبات. ممنوع أعطي البنزوديازيبين بحالة عندي نون دراج أليرجي، إذا في عندي نوع من الجلوكوما اللي هو مسميه نورو أنجل جلوكوما، وبحالات البريجنانسي. The adverse effect لكن هاي of benzodiazepine يعتبر mild زي الهيديك دراوزنس، إيش بنسميه paradoxical excitement or nervousness. paradoxical excitement or nervousness شو يعني؟ إنه أنا بهاي الحالة بعطي البنزوديازيبين عشان أقل من الأنكزيتي، عشان أقل من القلق. ممكن استخدام الدواء نفسه مرات يسبب أعراض جانبية والشخص يصير عنده أنكزيتي بزيادة، هاي بنسميها بارادوكسيكال. بارادوكسيكال يعني الدواء نفسه بسبب سايد افكت لنفس السبب اللي انا معطيته اياه. في حاله البنزوديازيبين ممكن يصير في عندي ادفيرس افكت هو البارادوكسيكال اكسايتمنت اور نيرفسنس، يعني ان الدواء بعطيه للمريض عشان مثل البنزوديازيبين بعطيها عشان اقلل من الانكزيتي، الدواء نفسه بيروح بسبب انكزيتي. كمان ممكن يسبب عندي ديزنس اور فيرتيجو دوخه، ممكن يسبب كوجنيتيف امبيرمنت يعني مشاكل بالادراك، لثارج تعب، وكمان ممكن المريض عند الناس خاصه الكبار بالعمر يكون عندهم اللي بنسميه فول هازارد، يصير عندهم خطر الوقوع، لانه حكينا شو بيسبب ديزنس وفيرتيجو. فاذا كان في عندي واحد كبير بالعمر بعطيه بنزوديازيبين لازم أكون مأمنة عليه، كيف بده يتحرك، كيف بده يمشي، يكون في عنده أشياء تساعده مثلا لما يقوم من السرير أو يتحرك من مكان لمكان عشان ما يوقع. طيب نفرض أنه صار في عندي توكسيسيتي من البنزوديازيبين أو جرعة عالية، كيف بدي أعالجها؟ أول إشي أعراض التوكسيسيتي أو بنزوديازيبين تشمل سومنيلنس، كونفيوجن، كوما، غيبوبة، and diminished reflexes يعني استجاباته بتقل. توكسيسيتي اوف بنزوديازيبين ما بتسبب عندي لا هايبوتنشن ولا ريسبيراتوري ديبريشن. كيف بدي اعالج المرضى اللي بيكون عندهم توكسيسيتي من البنزوديازيبين؟ عن سيمتوماتيك اند سبورتيف. سيمتوماتيك اند سبورتيف يعني بعالج الاعراض اللي بتصير عنده،
use flumazenil as antidote. فلازم أعرف إنه the antidote أو the antagonist of benzodiazepine دواء اسمه الفلومازينيل. صار ماير معنا أكثر من antidote خلال المحاضرات. أوكي؟ فهذا تقريبا رابع واحد بيجمر معنا اللي هو شو الانتاجونست او الانتيدوت اوف البنزوديازيبين دواء اسمه الفلومازينيل. فرح نحكي عن اكثر دواء يستخدم او اول دواء استخدم من البنزوديازيبين اللي هو الديازيبام، موجود على شكل اورال ريكتال ان انجكتبل فورم، يستخدم لعلاج الانكزايتي فور بروسيدوال سيديشن اند انستيزيا ادجنكت. يعني لما حكينا عن الاناستيتك حكينا الادويه اللي بيستخدمهن از ادجنكت دراج، ادويه مساعده مع ادويه التخدير اللي هو ديازيبام. كمان يستخدم فور كونفلجن واز سكيليتال ماسل ريلاكسنت. فهي اول مجموعه تستخدم از انكزايتيك اللي هن البنزوديازيبين. ثاني دواء يستخدم as an anxiolytic اللي هو دواء اسمه الباسبيرون. الباسبيرون it is an attempt to produce an anxiolytic drug without adverse effect. يعني هذا الدواء بيحقق يعني بيقلل عندي الانكزيتي بدون ما يسبب أعراض جانبية، وكمان ما بيسبب sedation وما بيسبب physical dependence. بس الادفيرس افكت الوحيد اللي ممكن يظهر عندي انه ممكن المريض اللي بياخذ هذا الدواء يصير عنده اوكاجينال نيوزيا ان هيك، يعني ممكن يصير عنده غثيان وصداع. ثالث مجموعه اللي هن الانتي ديبريسنت دراج، هذول كمان يستخدموا لتقليل الانكزايتي، راح نشرحهم بالمحاضره الجايه بشكل مفصل. طيب بالنسبه للانكزايتي هلا ما نحكي عن الانسوميا. آسف، وفي هون كمان شغلة حكاية من الأدوية اللي تستخدم لعلاج الأنكزيتي اللي هن البيتا بلاكرز إدراج. البيتا بلاكرز إدراج هي أدوية تستخدم لتقليل الهارت ريت، لتقليل البالبيتيشن، كل هاي الأعراض. يعني مثلا الواحد بيكون عنده أنكزيتي، بيكون عنده قلق، بيكون عنده زيادة بنبضات القلب، بيكون في عنده تعرق. عشان أعالج هاي الأعراض، يعني أنا ما بقلل السيمتومز، فقط بعالج الأعراض تبع الأنكزيتي، ممكن أعطي مجموعة من الأدوية بنحكي عنهم البيتا بلاكرز اللي رح نشرح عنهم بالشابتر الثاني اللي هو الدراج أفكتينج ذا أوتونوميك نيرفس سيستم. هلا رح نحكي عن الأنسوميا. مو صعب، شو يعني أنسوميا؟ الأرق. سألت مو صعب يا صبايا شطورات. طيب بالضبط، الانسوميا يعني الأرق. انسوميا can however cause feeling of anxiety and ability to concentrate and general debility. يعني الأرق بسبب شعور من الانكزيتي، من القلق، شعور بعدم التركيز، وشعور خلص بعدم الاستقرار بشكل كامل. اوكي، يعني لما انت واحد بيكون مش نايم كيف بيكون التركيز تبعه؟ بيقدر يركز؟ اكيد لا. لا اذا حد صد تهراء ايش؟ بقول زي حالتي هسه. طب ليش مش نايم بكير؟ والله كان عندنا حالة وفاة دكتورة، عظم الله اجركم، شكر الله سعيكم. لا هو فعلا الواحد اذا ما كان نايم ما بيقدر يركز. فدايما نحكي حتى لو عندك امتحان اوكي ومش ملحق دراسه، على الاقل نام قبل الامتحان عشان اللي درستهم شويه ترجع تيجي تجاوبهم. اوكي، على اي امتحان اروح انام دكتوره؟ نعم. لا لا، اذا يعني اذا ما كنتش دارس، يعني مثلا تيجي انت تضلك صاحي من 3 الفجر اوكي وظلك صاحي وتيجي على الجامعة تمتحن، راح تكون مركز؟ لا طبعا. طب دكتور علي امتحان كمان ساعة روح أنام؟ لا ما تروحش تنام هسه، المفروض تكون مرتب أمورك. أوكي؟ طيب شو عندي بعض الأسباب اللي بتسبب إنه شخص ما يقدر ينام؟ anxiety and stress، يعني إذا واحد كان عنده حامل القلق أو التوتر ما بيقدر ينام. depression، الاكتئاب نفسه ما بيخلي شخص يقدر ينام. physical illness، يعني إذا عنده مشكلة فسيولوجية أو pain، الألم، يعني واحد مثلا صايبه صداع، واحد إجره بتوجع ما بيقدر ينام. بهاي الحالات
أنا الأفضل بدل ما أعطي للمريض منوم عشان ينام أعالج الأندرلاين كوز، يعني إذا عنده حالة من الأنكزيتي أعطيه دواء يشيل الأنكزيتي، إذا عنده اكتئاب أعالج الاكتئاب، إذا عنده ألم أعطيه مسكن. أوكي، فلما بيكون في عندي كوز مسبب للإنسومنيا الأفضل إني أعالج الكوز السبب. طب هلا شو الفسيولوجي اوف سليب؟ الفسيولوجي اوف سليب شرحت لكم اياها مسنده، اذا اعطتكم مسنده بالفسيولوجي. السليب النوم يعرف as a transient reversible and periodic state of rest، يعني هي حاله ترانسيانت مؤقته ريفرسبل رجعيه وحاله بيريوديك يعني زي دوريه من الراحه. بهاي الحاله بقل عندي الفيزيكال اكتيفيتي اند كونشسنس، بقل عندي الوعي وبقل عندي الفيزيكال اكتيفيتي. بحالة النوم بسموها السليب أركيتكتشر. أوكي، فالسليب أركيتكتشر يعني الأركيتكتشر اللي هي من العمارة يعني، أو يعني من يعني عملية حدوث النوم بسموها سليب أركيتكتشر. هاي بتنقسم لجزئين، واحد بنسميه رابيد آي موفمنت، واحد بنسميه نان رابيد آي موفمنت. يعني إحنا لما بنفوت بالنوم بصير عندي مرحلتين، واحدة الرابيد آي موفمنت واحدة النان رابيد آي موفمنت. هلأ إذا استخدمت السيديتيف هيبنوتيك دراج لفترة طويلة، يعني ناس كثير اعتمدت على المنومات لفترة طويلة، رح يقلل عندي من الجزء من السليب اللي بنسميه رابيد آي موفمنت، وهاي بنسميه رابيد آي موفمنت انترفيرنس، وهاي بتسبب Daytime fatigue. يعني عشان هيك إذا واحد مثلاً بيأخذ منومات لمدة أسبوعين، لما بيأخذ هاي المنومات لفترة طويلة أو لمدة شهر، جزء من النوم أو الفترة من النوم اللي نسميها Rapid Eye Movement راح تقل. لما بتقل الشخص بيصير صح بينام بالليل، بس خلال النهار بيضل عنده حالة من الفتيك، حالة من التعب. أوكي، إذا وقفنا السيدات في المنطقة درج، يعني واحد تعود يأخذ منومات لفترة طويلة ووقفناها فجأة، بيصير إشي بنسميه رابيد آي موفمنت ريبوند. ريبوند يعني إيش؟ استرجاع. هون الشخص بيصير عنده لارج أماونت أوف رابيد آي موفمنت سليب، وهذا بيصير عنده فريكوينت أند فيفيد دريم. فبالتالي إذا المريض استخدم الهيبنوتيك دراج لفترة كثير طويلة، بصير الشخص عنده داي تايم فتيك، تعب خلال اليوم. لكن إذا وقفنا الهيبنوتيك دراج بشكل فجائي، بالعكس بصير الرابيد آي موفمنت بتصير تطول لفترة طويلة خلال النوم، وبصير الشخص بالليل يصير عنده فيفيد دريمز، فيفيد اللي هي كوابيس. أنا هاي التفاصيل ما بدي أكم تعرفوها، هذا المفروض بالفسيولوجي نشرح لكم مع مسندة. أوكي، أنا بهمني الأدوية بس عشان نعرف عن شو بنحكي بالسلايدات الجاية. أول مجموعة بنستخدمها أز هيبنوتيك دراج هن البنزوديازابين. فبنشوف إنه البنزوديازابين كثير إلها استخدامات، يعني استخدمناها فور أنكزيتي، استخدمناها للسيجر، استخدمناها كمان هون أسيديتيف هيبنوتيك دراج. البنزوديازابين بصنفها سيداتيف هيبنوتيك او انكزيولايتيك بناء على الاستخدام بالضبط اللي انا بستخدمها. يعني اذا الدكتور صرفه للانكزيتي فهو انكزيولايتيك، اذا صرفه فسيداتيف هيبنوتيك فهو هيبنوتيك ادريك. اوكي، لكن يعني الدكتور بناء على شو بيحدد انه هذا الدواء يقلل من حالة القلق اللي بتصير عند المرضى او ينوم المريض؟ بناء على الجرعة اللي بعطيها للمريض وكيف المريض بيستجيب للدواء. ثاني مجموعة ما منشوفهم غير فقط السيداتيف هيبنوتيك، دواء اسمه الزيلبلون او الزيلبودين. كثير شغلهن بيشبه البنزوديازابين. بهمنا دواء اسمه زولبيديم، يعتبر شورت اكتنج يعني بيشتغل لفتره قصيره، وله لوور انسيدنس اوف داي تايم سليبنس كومبيرد بنزو ديازابين. لوور انسيدنس اوف داي تايم سليبنس يعني احساس المريض بالنعاس او حاجه للنوم خلال النهار بتكون اقل من حاجه المرضى اللي بياخذوا البنزو ديازابين. يعني اذا كان عندي مريضين، واحد بياخذ البنزو ديازابين كمنوم وواحد بياخذ الزلبيديم كمنوم، المريض اللي بياخذ الزلبيديم بيكون حاجته للنوم خلال النهار اقل من المرضى اللي بياخذوا البنزو ديازابين.
فبنشوف دكتورة غلبك عديا. يعني بحكي لك الزلبديم هو إله lower incidence. Incidence يعني حدوث أو انتشار. Of daytime sleepiness. Daytime يعني وقت النهار. يعني يعني هلأ إحنا المرضى بعادة اللي بيأخذوا منومات عشان يناموا بالليل بنهار بيظل في تأثير للدواء. يعني بيظلوا حاسين حالهم إنه إيش إنه بدهم يناموا. حدوث هذا الإفكت اللي هو شعور المريض للحاجة للنوم خلال النهار بتكون أقل مع المرضى اللي بيأخذوا الزلبديم. فإذا عندي مريض بيأخذ الزلبديم كمنوم ومريض بيأخذ البنزوديازيبين كمنوم، المريض اللي بيأخذ الزلبديم بيكون حاجته للنوم خلال النهار أقل من المرضى اللي بيأخذوا البنزوديازيبين. عشان هيك إذا كان مريض مثلاً بنهار بده يداوم أو عنده دراسة أو شغل، أي أحسن يأخذ الزلبديم ولا البنزوديازيبين؟ الزلبديم. الزلبديم بالضبط عشان يظل مركز خلال النهار. ثالث دواء وهذا كمان مميز فقط يستخدم هيبنوتيك اللي هو دواء اسمه الرملتيون. هذا الدواء يعتبر دواء منوم جديد يعني مش قديم. كيف بيشتغل هذا الدواء؟ مهم تعرفوا كيف الميكانيزم اوف اكشن له. بيشتغل زي هرمون اسمه الميلاتونين. يعني انا بجسمي في هرمون اسمه الميلاتونين. هذا الهرمون هو بنظم الداي نايت سليب سايكل، يعني هو بنظم عملية حدوث النوم بين النهار والليل. فصنعه دواء اسمه الرملتوين بيشتغل زي هذا الهرمون. فعشان هيك بنحكي عن هذا الدواء ميلاتونين أغونست. أغونست يعني بيشتغل أو بيرتبط على الريسبتورز تبعون الميلاتونين وبيعطيني نفس تأثيرهم. فإذا الرملتوين يعتبر ميلاتونين أغونست، بيرتبط على المستقبلات تبعون الميلاتونين وبيعطيني نفس تأثير الميلاتونين وبنظم حدوث النوم أو السليب سايكل. هذا الدواء يستخدم as hypnotic منوم فقط يعني، وما بيصير معاه dependency effect. هذا الدواء هو له shorter duration of action than other hypnotic، يعني فترة شغله إيش مالها؟ قصيرة. قصيرة بالضبط لأنه فترته قصيرة. Therefore, هذا الرملتوين indicated primarily for patients who have difficulty with sleep onset rather than sleep maintenance. هلأ الشخص اللي عندهم مشاكل بالنوم، في ناس بتكون عندها مشاكل بإنها تفوت بالنوم، يعني إنها تبدأ النوم، ولكن مجرد ما إنها نامت خلاص بضلها نايمة مثلاً 7-8 ساعات. وفي ناس بتنام بسرعة بس وين بتكون المشكلة عندها؟ انها تظلها نايمه. فلما بحكي عندي sleep onset اللي هي بدايه النوم، انه الشخص عنده مشكله انه يغمض عيونه وينام. وفي ناس عندهم مشكله بالسليب maintenance. maintenance يعني محافظه، اني اخلي المريض نايم لفتره طويله. فلانه الرملتوين فترته شغله قصيره يستخدم عند المرضى اللي عندهم difficulty with sleep onset، المرضى اللي عندهم مشكله بانهم ايش يفوتوا بالنوم، مش الناس اللي عندهم مشكلة with sleep maintenance. واضح شو الفرق؟ ممنوع استخدم الرملتوين بحالة عندي شخص عنده severe liver disease. رابع مجموعة اسمهم البربيتشوريت، وهذول الدواء الأدوية يعني كثير قدام استخدموا أول مرة بسنة 1903، واستخدموها لعلاج الانسومنيا وعشان يسبب انسيديشن. لكن مشكلة هاي الأدوية إنها إلها low therapeutics index. أوكي إلاف تتذكر شو يعني therapeutics index؟ عبد الرحمن الحسبان، شهد، ايه دكتورة معناها مؤثر علاجي. مين انت؟ شهد؟ انا شهد. ايوه طب تتذكر هي اخذناها بالانترودكشن بالمقدمة، تتذكروها؟ طب كان شو ثيرابيوتكس اندكس؟ كان يقيس الفرق بين شو وشو، او شو يعني كان في معادلة. اوكي تتذكريها؟
لا طيب كنا نحكي إنه الأدوية في إلها effective dose جرعة علاجية وtoxic dose اللي هي الجرعة السامة. الجرعة السامة للدواء بتكون كثير عالية أو يعني بيكون قيمتها أعلى من الـ effective dose. therapeutics index هو ناتج قسمة التوكسيك دوز على الإفكتيف دوز. كل ما كانت الثيرابيوتكس إندكس قليلة يعني احتمالية السمية من الدواء بتكون عالية. فالباربيتوريت مشكلته إنه إله لو ثيرابيوتكس إندكس، لو ثيرابيوتكس إندكس يعني الفرق بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة قليلة، فالمريض لما بعالجه احتمالية دخوله بالجرعة السامة بتكون إيش مالها عالية. فلما بحكي إنه دواء إلو لو ثيرابيوتكس إندكس يعني هذا الدواء بيحتاج مراقبة أكثر لأنه احتمالية المريض يدخل بالتوكسيسيتي بتكون عالية. فالبالبيتوريت كيف بيشتغلوا؟ مين اللي بيشتغلوا على منطقة بالدماغ اسمها البرين ستيم، عن منطقة بنحكيها الريتيكولار فورميشن. تأثيرهم أسيداتيف أو هيبنوتيك منومات، هي دوز ريليتد يعني بيعتمد على الجرعة. Their ability to inhibit nerve impulse transmission is in part due to their ability to potentiate the action للنيوروترانسميترز اللي اسمه GABA. يعني صرنا شرحين عن الجابا كثير. حكى الجابا هو نيوروترانسميتر ناقل عصبي بالدماغ يعتبر inhibitory مثبط للدماغ. فالبنزوديازابين كان بيشتغل مثل الجابا، والباربيتوريت بتزيد من شغل الجابا فبالتالي بتثبط من السنترال نيرفس سيستم. فشو هم الانديكيشن اوف باربيتوريت؟ الالترا شورت اكتنج يعني الباربيتوريت بنقسم لثلاث كلاسز. نوع بنحكي عنه او مجموعه بنحكي عنها الترا شورت اكتنج. الترا شورت يعني هذول بيشتغل لفتره كثير قصيره، زي دواء اسمه ثيوبنتال. هذا يشتغل از انستيزيا كتخدير، وموجود عندكم بشابتر الانستيتيك دراج بس ما حكينا عنه، لكنه موجود بالجدول اللي موجود ببدايه الصفحه اللي موجوده بالوورد فايل. المهم فعندي الباربيتوريت دواء اسمه ثيوبنتال، هو الترا شورت، يستخدم از انستيتيك فور شورت سيرجيكال بروسيجر وفور انستيزيا اندكشن اند كنترول اوف كونفولجن. يعني هذا الدواء ما استخدموه as hypnotic drug. عندي كمان أدوية من الباربيتوريت بنحكي عنها short acting يعني بيشتغل لفترة قصيرة، زي البنتوباربيتال والسيكوباربيتال، ودواء بنحكي عنه intermediate يعني بيشتغل لفترة وسطية زي البيوتاباربيتال. هذول يستخدمون for sedation, sleep induction and control of convulsion condition. أما long acting واللي رح نشرح عنه اللي اسمه الفينوباربيتال، يستخدم for sleep induction. sleep induction يعني أحفز المريض إنه ينام، وfor epileptic seizure prophylaxis. ممنوع أعطي الباربيتوريت بحالة في عندي نون دراج أليرجي، بحالة عندي significant respiratory difficulties, pregnancy and severe kidney or liver disease. الباربيتوريت في إلهم الدراج انتر اكشن، يعتبر انزيم انديوسر. انزيم انديوسر يعني محفزات للانزيمات. they stimulate the action of enzyme in the liver for metabolism of many drug. يعني هاي المجموعة الباربيتوريت بتحفز مجموعة أو شغل من الانزيمات الموجودة بالكبد، فلما بتحفز هاي الانزيمات رح يزيد عند الميتابوليزم لأدوية ثانية، وبالتالي لأنها بتزيد الميتابوليزم للأدوية الثانية بتقلل من تركيزها، فبتقلل من duration of action من شغل هاي الأدوية. The adverse effect of barbiturates بتأثر عندي على central nervous system، يعني ممكن ما تصير في عندي drowsiness, lethargy, vertigo and mental depression. كمان ممكن يصير عندي respiratory depression أو apnea. افتخار، شو يعني أبنية؟ إياد استنى يا مشهور، سارة، رنا، رنا، ريما،
دكتورة معناها انقطاع النفس؟ بالضبط، أبني انقطاع النفس، لكن متى يا مشهور؟ لا دكتورة، بيضل يرفع، بيضل يطلع عندي انه انت رافع ايدك على فكرة. نزلتها بس كنت اجاوبها. طب احكي لي شو يعني ابني، يا ريما جاوبت نجوم منها، انت احكي لي. ليه انقطاع التنفس؟ انقطاع التنفس، لكن عادة نحكي الأبنية اللي هو انقطاع التنفس. هذيك سليب أبنية، يعني الأبنية بالعادة بالوضع اللي بكون سوباين، يعني أنت لما بتكون إيش؟ متمدد بالضبط في صوت صدى شباب. لكن لما يعني لو بنا بس لما نيجي نحكي أبنية لحالها زي ما حكيت لنا ريما، اللي هو بالضبط بصير في عندي شورت توقف للنفس بشكل كامل. لما بحكي سليب أبنية يعني هو توقف للنفس إيش خلال النوم. أوكي طيب، كمان ممكن بسبب عندي برونكوسباز، تضيق بالقصبات الهوائية وكحة، ومن السايد افكت اللي ممكن يسببها نيوزيا، فوميتنج، دياريا اند كونستيبيشن. وعندي سايد افكت ثاني ممكن يسببها الفينوباربيتال زي الاجرانيولوسايتوسيس. حدا عنده فكره شو يعني اجرانيولوسايتوسيس؟ عبد الرحمن عندك فكره شو يعني اجرانيولوسايتوسيس؟ تسنيم عندك فكرة شو يعني أجرانيولوسايتوسيز؟ طيب عبد الرحمن، الأجرانيولوسايتوسيز هي نقصان الوايت بلد سيلز، يعني زي يعني هي تعتبر حالة حادة من اليوكوبينيا. فالأجرانيولوسايتوسيس هي نقصان الوايت بلد سيلز، نقصان كريات الدم البيضاء، خاصة النوع اللي بنحكي عنه النيوتروفيل. احنا بنعرف انه الوايت بلد سيلز فيها 5 أنواع من ضمنهم النيوتروفيل. فلما بحكي جرانيولوسايتوسيس اللي هو نقصان في عدد كريات الدم البيضاء mainly للنيوتروفيل. كمان ممكن تسبب عندي هايبوتنشن، وممكن تسبب عندي سايد افكت اسمه ستيفن جونسون سيندروم. مهم جدا تعرفوا انه الفينوباربيتال بتسبب ستيفن جونز سيندروم. هلا انا ليش بحكي لكم، يعني انا بدي اياكم وانتم بتدرسوا تركزوا على الاشياء، يعني كل اشياء اللي حكيناها اكيد مهمه، لكن في اشياء مميزه. يعني مثلا في زي ستيفن جونسون سيندروم ما شفناها بتصير غير مع الفينوباربيتال. شو الادويه اللي بصير معها؟ فيزيكال ديبندنت زي البنزوديازيبين، عشان اكيد مستخدمين لفتره قصيرة. مثلاً يعني هاي الأشياء اللي بتكون مثلاً بتصير بس مع دواء مثلاً زي الريمالتوين، تونا بس شفناه بيستخدم as hypnotic. الباسبيرون كان فقط anxiolytic. يعني هاي الأشياء المميزة بتساعدكم بالدراسة. أوكي؟ طيب هلأ كمان بدي منكم تطلعوا شو يعني ستيفن جونسون سيندروم. أوكي؟ هي أصلاً متلازمة دكتورة صح؟ مش يعني متلازمة، يعني بالضبط هي متلازمة، ممكن تكون مع ناس أصلاً موجودة يعني، ولكن ممكن تصير كسايد إفكت نتيجة الفينوباربيتال. أوكي؟ في صوت صدى مش سامعتك والله، عيد السؤال. لا بحكي لك دكتورة انه هي اضطراب اشي بصيب الجلد. بالضبط هو اضطراب، يعني هيك انت جاوبتي. ستيفن جونسون سيندروم هو اضطراب بصيب، يا شباب من وين هذا الصوت الصدى؟ دكتورة انا صوتي واضح؟ انت صوتك ايش اسمك؟ اوكي آية دكتورة. آية طب آية سكر المايك عندك؟ هو صدى بيطلع من عندك يا آية، بس تفتح المايك بتلاقي مشكلة بال، يا إما إذا حاطة سماعة أو بالسماعات. لا دكتورة ما حطيت سماعة. بس هيك بس فتحتي المايك رجع صوت الصدى.
يعني ممكن ممكن مشكلة بالسماعة إذا أنت بتستخدمي اللابتوب أو بتستخدمي التليفون فتكون مشكلة فيها نفسها، مش مشكلة بسيطة. فزي ما حكيت إن آية ستيفن جونسون سندروم هي فعلا متلازمة بإشي بيصير بالجلد، مشكلة بتصير بالجلد، بيصير الجلد كأنه يكشر أوكي، يعني بيصير عندك الجلد أسا طلع لكم هنا صورة لإلها، شايفين كيف بصير الجلد؟ واضحة عندكم؟ واضحة دكتور. هاي الستيفن جونسون سندروم بتصير، هي مشكلة بتكون جلدية، طبعا هي في إلها ستيج، يعني مش كل الناس بتكون بهذا الوضع السيفير، لكن هي بتصير جلدية، بصير الجلد يطلع عليه زي البقع وبصير يكشر أوكي. فهي هي الستيفن جونسون سندروم اللي ممكن تصير مع خلال استخدام الفينو فاربيتال أو أسف الباربيتوريت بشكل عام. خامس مجموعة تستخدم لعلاج أو تستخدم أز هيبنوتيك لهن الأنتي هيستامين، مضادات الحساسية زي دواء اسمه البروميثازين. أعطيكم مثال عليها، تعرفوا الأدوية زي الألرفين؟ الألرفين اللي الأمهات مرات بيروحوا بيستخدموا إيش كمنوم للأولاد الصغار، هو فعليا مش منوم، هو دواء مضاد للحساسية، من السايد افكت تبعه انه شو بيسبب سيديشن اوكي. فهم بيروحوا بيستخدموا السايد افكت تبعه اللي هو سيديشن كمنوم، لكن مثلا هذا الدواء اللي اسمه البروميثازين، هذا البروميثازين هو انتي هيستامين، دواء مضاد للحساسية، لكن صنعوا منه دواء يعني يستخدم فور ايش كمنوم، هاي بحكي لك نايت أو ما بيستخدموا لمنوم، فقصدي إنهم بيعطوه فقط بالليل لأنه نستايد إفكتبه إنه شو بيسبب، بيسبب سيداشن. يعني إذا مريض بيأخذ هذا البروميثازين أوكي، هل بينفع المريض مثلا واحد عنده حساسية الربيع بيصير عنده سيلان بالأنف بتصير عيونه تدمع، بروح بدهم يوصفوا له دواء مضاد للحساسية عشان يقلل عنده هاي التأثيرات، بيوصفوا له البروميثازين، هل بينفع واحد بيروح على شغل ودوام ياخذ البروميثازين الصبح وبعدين يروح على دوامه؟ اكيد لا دكتوره، لانه منوم بي يعني او له سايد افكت اللي هو سيديشن، له سايد افكت انه بنعس بيعمل سيديشن، حاله من الريلاكسيشن، فاذا اخذه راح يضل طول النهار ايش ماله زي كانه مسطل يعني اوكي، ما بيقدر يؤدي وظائفه بشكل كويس، اذا كان عنده محاضرات ما بيقدر يركز، فبيحكي بنعطيها نايت تايم، يعني بنعطيه وقت الليل اوكي عشان المريض ما يتاثر من السايد افكت تبعه، لكن ممكن نستخدم السايد افكت تبعه عند المرضى اللي عندهم مشكله بالنوم ونعطيهم اياه كمنوم. واضح كيف الفكره؟ فالبروميثازين او الانتي هيستامين هن ادويه مضادات للحساسيه، في بعض هاي الانتي هيستامين من السايد افكت تبعها انها بتعمل سيديشن، بيروحوا بيستخدموا السايد افكت تبعه اللي هو سيديشن بحيث يستخدموه كمنوم اوكي. طيب فالنيرسينج امبليكيشن، بحالة مريض بدي اعطيه دواء منوم يساعده على النوم، متى بعطيه؟ قبل وقت النوم، بحكي لي بعطيه من نص ساعة لساعة before bedtime عشان يعطيني الماكسيمم افكت. يعني انا الدواء مش مجرد ما اخذه راح المريض ينام، بده فتره حتى يبدا يشتغل. فمثلا اذا شخص بده ينام الساعه 10 بياخذها مثلا بين الساعه 9 و 9 ونص، يعني قبل نص ساعه لساعه قبل النوم. معظم البنزوديازيبين كوز رابيد اي موفمنت ريبوند، حكينا الريبوند يعني بيخلي المريض يصير عنده احساس بالتعب خلال النهار، فعشان هيك اذا عطينا هاي البنزوديازيبين للكبار بالعمر فبدي اكون حذره معاهم خلال النهار، او اصلا استخدم الدواء بحذر عند هذول الكبار بالعمر. Instruct patients to avoid alcohol and other CNS depressants وcheck with physician before taking any medication including OTC medication.
Rebound insomnia may occur for a few nights after a 3 to 4 week regimen has been discontinued. يعني إذا مريض كنت بعطيه منوم لعلاج الأرق، أعطيته إياه لمدة شهر وبعدين وقفنا الدواء، بحكينا بعد 3 لـ4 أسابيع من توقيف الدواء ممكن المريض يرجع يصير عنده أرق لبعض الليالي. أوكي، فريبوند إنسومنيا، ريبوند دائما معناها رجوع، يعني المريض بيرجع بيصير عنده أرق بعد ما يوقف الدواء بـ3 لـ4 أسابيع. بحالة بعض المريض هيبنوتيك the safety is important، يعني أضمن الأمور الأمان شغلة مهمة. Keep side reels up or use bed alarm and keep cool light reach. يعني بحالة مريض بعطيه منوم بخلي جنبه أشياء تساعده بحيث إذا كان بده يقوم، خاصة عند الكبار، يعني مثلا الصبح بده يقوم من النوم ما بدي يقوم فجأة أو ما يتركع إشي، مثلا يكون جنبه ووكر، يكون جنبه شغلة تساعده إنه يوقف. وكمان مصدر الضوء يكون قريب منه عشان إذا بده يقوم بالليل يقدر يقاضي الضوء بشكل كويس. Assist patient with ambulation. Ambulation معناها حركة، يعني إذا كان عندي كبير بالعمر بده يتحرك لازم أساعده خلال الامبيوليشن، بده يتحرك من مكان لمكان. وهيك خلصت المحاضرة. المحاضرة الجاية إن شاء الله رح نحكي فيها عن الأنتي ديبريسنت دراج والأنتي سايكوسيز، وبتكون آخر محاضرة بأدوية السنترال نيرفس سيستم. هلأ اللي بدي أحكي لكم إياه إنه لازم تستعدوا إنه ممكن خلال الأسبوع الجاي نعمل لكم إكويز، وأكيد كمان رح يكون في واجب. أوكي دكتورة، أسأل إكويز بتضمن الانترودكشن المقدمات؟ رح نشوف إذا ممكن نعمل لكم الانترودكشن لحالها كويز مثلاً بخمس علامات، والدراج أكتيف والسنترال نيرفس سيستم لحال. لسه صراحة أنا ومصفاط ما تناقشنا بالموضوع كيف رح نحط لكم الكويزات والواجبات. دكتورة، طب دكتورة لو درسنا على مادة دكتورة فاطمة عادي؟ حبيبتي إحنا كل مادتنا مشتركة، يعني بالنهاية رح نحط نفس الأسئلة من نفس الشرح يعني. أوكي دكتورة، يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني بالنهاية أنا وياها نشرح من نفس المادة، بس بجوز أسلوب عرض السلايدات هو اللي بيختلف. أوكي بالنهاية راح تكون المادة واحدة ومشتركة يعني. طيب